مرحبا بكم درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية المرحلة الابتدائية، واليوم عندنا درس جديد من كتاب الطالب للصف السادس الابتدائي English for Iraq Primary People Book Page 28 and Page 29 from Unit 2 Lesson 4 من الوحدة الثانية الدرس الرابع. قبل أن نبدأ درس هذا اليوم، إذا كنت جديد بالقناة لا تنسى الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس الإشعارات وضغط زر اللايك لدعم الفيديو ودعم القناة. عندنا درس جديد لهذا اليوم بعنوان Opposites. الأوبوسيتس معناها المعاكسات. هذا الدرس جدا جدا مهم بالامتحانات الشهرية وبالبكالوريا أيضا، لذلك لازم تتعلمه تحفظه وتعلم الكلمات لفظها بشكل صحيح، وتعلم أيضا الإملاء الخاص بكل كلمة والمعاكس لها. طبعا هنا عندنا راح نتعلم الصفات وراح نتعلم المعاكس لكل صفة. خلينا نشوف أول شيء شنو عندنا. يقول لنا which ones do you like؟ يا هي من عندهم تحبها. Tick one from each pair. خلصه لكل زوج من هذه الأزواج. مثل ما تشوفون عندنا مجموعة من الصور from 1 to 6 من 1 إلى 6. هذه صورتين، نختار واحدة من عندهم لنفضلها. نختار نفضل واحدة من ذني، نفضل واحدة من ذني، واحدة من ذني وذني وأيضا ذني. تمام؟ هسه ايش راح نسوي؟ مثل عندنا two cars، هنا عندنا two cars، old car and new car، سيارة قديمة وسيارة جديدة. أكيد راح نفضل النيو كار مثلا، يعود إليك اختيار السيارة اللي تفضلها. عندنا number two، زوجين من الساكس الجواري، واحد مخطط وواحد عادي ما مخطط. Which one do you like؟ For me I will choose this one، راح اختار عن هذا. نمبر 3 عندنا تو سكيرتس، تنورتين، واحدة طويلة وواحدة قصيرة. Which one do you like؟ تخلي صاحب اللي تعجبك. عندنا نمبر 4 تو ماركرز، قلمين تلوين، واحد ثيك وواحد ثين، واحد يعني سميك وواحد يعني رفيع. راح نختار one of them، راح نختار واحد من عندهن. عندنا نمبر 5 وشاحن، يا هو اللي تحبه الثخين والخفيف، ممكن نختار واحد من عندهن. عندنا هنا سويتس، حلويات، نختار ايضا واحد من عندهن. Which one do you like؟ For me I will choose this one، راح اختار هذا اني. سبونجي اللي هو اللين سوفت، ما احب الهارد. اوكي، بهاي الطريقة خلينا اختياراتنا والاشياء اللي نفضلها. هنا طبعا ماكو اجابة صحيحة واجابة خاطئة، كل الإجابات صحيحة، لكن هذا يعود إلى تفضيلك لكل وحدة من عندهم. اللي بعد يقول these adjectives are opposites، هاي الصفات هي معاكسات. match them with the pictures، طابقهن مع الصور. okay، إذا هسه عندنا ذني adjectives، الصفات هي عبارة عن معاكسات ما بين شيئين، راح نطابقهن مع الصور اللي موجودة، راح نكتب رقم الصورة المناسب لكل صفات. عندنا for number one عندنا hard يعني شيء صلب و soft لين، hard و soft. عندنا هذا hard وهذا soft، صلب ولين. عندنا plain و colorful، plain يعني فد شيء سادة ما بألوان، فقط لون واحد. وعندنا colorful اللي هو الملون، هنا راح يكون عندنا number two هذا plain وهذا colorful. okay، اللي بعد عندنا cheap و expensive، عندنا رخيص وغالي، cheap and expensive، رخيص وغالي. number one اكيد عندنا هذه cheap وهذه expensive، غالية، هاي رخيصة وهاي غالية، expensive. عندنا number four thick و thin، thick يعني سميك و thin معناه رفيع، عندنا هذا thick وهذا thin، number four thick thin. عندنا نمبر 5 عندنا لايت يعني خفيف و ثيك سميك، عندنا هذا اللايت خفيف وهذا الثيك سميك. طبعا الفرق ما بين الثين هذا مثل عندنا الرفيع واللايت اللي هو الخفيف، يعني الخام مالته خفيفة. هذا عندنا اللايت وهذا الثيك، عندنا ايضا هذا الثيك نستعمله بالحالتين.
اما هنا نقول thin وهنا نقول light. عندنا نمبر 6 long يعني طويل وشورت قصير. عندنا هذا long وهذا short. long short long short مثل ما شفتوا هاي الصفات. راح اعيدها مرة اخيرة. hard soft hard soft plain colorful plain colorful plain colorful cheap expensive cheap expensive thick thin thick thin light thick light thick long short long short long short. إذا هاي هي الأدجكتيفز والصفات وأيضا معاكسات، تكتبوها بالدفتر تتمرنون على كتابتها وتحفظون المفردات والمعاكسات إلها، مهمة جدا جدا جدا، وبكل امتحان راح تجيكم هاي المعاكسات، لذلك لازم تحفظوها. عدنا مقطع صوتي، هسه راح نسمع لهذا المقطع الصوتي ومن بعدها نكمل. Track 24. Listen and say. 1. It's a cheap orange car. It's an expensive red car. 2. They're plain blue socks. They're colourful socks. 3. It's a long skirt. It's a short skirt. 4. It's a thick pen. It's a thin pen. 5. It's a light blue scarf. It's a thick blue scarf. 6. They're hard sweets. They're soft sweets. نعم، مثل ما سمعنا المقطع الصوتي الخاص بهذه الصور، تقدرون تعيدون الفيديو من بداية المقطع الصوتي حتى تكررون مرة ثانية وتعيدون من بعد هاي الجمل. ننتقل إلى صفحة 29، عندنا أيضا تكمل الدرس. يقول لنا Look at the four desks. باوع على هاي المكاتب. Write four sentences. اكتب أربع جمل. عندنا four desks. و write four sentences. وكتابة أربع جمل. مثلا هنا ايش تقول؟ I want to buy a desk for my bedroom. ايه اشتري desk for my bedroom. Can you help me? تقدر تساعدني؟ تمام؟ هنا يقول لنا راح نقرأ ذن الجمل ونطابقها مع ذني ومن بعدها راح نكتب أربع جمل. This desk is plain. هذا desk is plain يعني لون واحد. This desk is colorful. هذا الميز ملون أو المكتب ملون. This desk is too big. هذا المكتب كلش كبير. This desk is metal. هذا المكتب معدني. تكملة. And it is very expensive. وهو كلش غالي. And it is has drawers. وبجرارات. But it's just right for me. لكن هو كلش مناسب إلي. But it is too small for me. لكن هو صغير علي. هسه راح نكون جمل من هاي العبارات اللي موجودة أمامنا. يريد من عندنا نكون أربع جمل. عندنا الجملة الأولى راح تكون This desk is plain. This desk is plain. شنو تكملة العبارة مالتها راح تكون؟ أول جملة عندنا This desk is plain but it's just right for me. This desk is plain but it's just right for me. يعني هذا المكتب
يعني لون واحد وأيضا هو المناسب بالنسبة لي. عندنا number two. This disc is colorful, but it is small for me. This disc is colorful, but it's too small for me. هذا المكتب ملون لكن هو كلش صغير إلي أو علي. طبعا دا يتكلم عن هذا المكتب اللي هو number one. و number one دا يتكلم عن هذا المكتب. عندنا number three. This disc is too big and it is very expensive. يتكلم عن هذا المكتب اللي هو number three. This desk is too big and it is very expensive. هذا المكتب كلش كبير وأيضا كلش غالي. آخر شيء عندنا number four. Number four. This desk is metal and it has drawers. This desk is metal and it has drawers. يتكلم عن number two. هذا المكتب هو مكتب معدني ويحتوي على جرارات. This desk is metal and it has drawers. نعم. هاي هي طريقة حل هاي الجمل بالنسبة لهذا الموضوع. آخر شيء يقول لك read your sentences to a partner. اقرأ الجمل مالتك لزميل. حاول تتدرب انت وزميلك على هاي الجمل. تقرأها أكثر من مرة وتكتب أيضا بالدفتر. هذا كل ما عندنا هذا اليوم. أتمنى تكون استفدت. نهاية الدرس. لا تنسى الاشتراك بالقناة. تفعيل الإشعارات وضغط زر لايك. دعم الفيديو ودعم القناة. إلى اللقاء في درس آخر.